نتواجد حاليا في مشفى زاهي أزرق الذي تعرض لاستهداف إرهابي خلال سنوات الحرب، حتى أنه دمر بغالبية أجزائه. خلال 28 يوم قامت مديرية الصحة بترميمه بصفة بنائية إن صح التعبير، تم تجهيز وحدتين، الوحدة الأولى للعيادات الخارجية وأيضا الوحدة الثانية لمخابر كاملة بما فيها مخبر مخصص لكوفيد 19 فيروس كورونا، وتقديم كل التحاليل فعليا لهذا الفيروس. هنالك عمل واستمرار العمل من قبل مديرية الصحة بالنسبة لعملية الترميم. على الطرف الآخر يمكن أن نرصد لكم يعني الأبنية الأخرى التي تعرضت للتدمير وهي بحاجة أيضا لترميم من قبل مديرية الصحة، وهذا ما تعمل عليه فعليا من خلال العمل وتجهيز هذا المكان ضمن الجهود المبذولة من قبل الفريق الحكومي لمواجهة الفيروس المستجد كورونا. نحن هون بمبنى حرم مشفى زاهي أزرق، نحن بسرعة قياسية بمدة 28 يوم رممنا قسم العيادات الخارجية وقسم المخابر، قسم مخابر كامل يضم جناح منه هو مخبر فحص فيروس كورونا أو كوفيد 19. نحن الآن بالقسم الخاص بفحص فيروس كورونا، طبعا هو مؤلف من 6 غرف، بالإضافة للخدمات اللي هي الحمامات. هون هذا القسم، هذا هو قسم الفحص النهائي. تمام، هذا هون بتطلع النتيجة بعد ما يكون حضروا الفيروس وعملوا له تحضير، عملوا له أول شيء بيعملوا له استخلاص، بعدين بيعملوا له تحضير، بعدين بيعملوا له فحص. هذا هون قسم الفحص، هون القسم النهائي. تم أخذ عينات؟ تماما. هلا نحن بحالة العمل، هلا هون هذا القسم، هذا قسم هون هذا قسم الاستخلاص. نحن ما بنفضل نفوت لجوا لانه هون عم نستخلص الفيروس هون بهالقسم هذا، وعم بيشتغلوا الموظفين والاطباء ومهندسين التقاني الحيويه اللي خضعوا هن بالاساس عندهم تدريب على هذا الموضوع وعملوا تدريبات جديده بوزاره الصحه، وهلا عم بيستخلصوا الفيروس من العينات المقدمة لهم. نحن هون أمام غرفة الماستر ميكس الكليم، بيتم تحضير العينات للتفاعل مع الناتج الاستخلاص. كادر عنا الحمد لله، كادر كلهم هندسات تقانية حيوية وكيميائيين وأطباء مخبر أخصائيين. تلقينا طبعا التدريبات الكاملة على كافة الفيروسات الكورونا والإنفلونزا من قبل، وقادرين إن شاء الله نتفاعل مع أي جائحة لا سمح الله قد تصيب البلد. على الرغم من استنزاف المنظومة الصحية خلال هذه الحرب والعقوبات الجائرة، إلا أن الدولة السورية تعمل جاهدة لبناء كل شيء وأي شيء للتصدي للفيروس المستجد كورونا. أنس رمضان، الإخبارية السورية، مدينة حلب.